مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون جمهورية سومالاند وأبرز ما فيها. مشاركة كل من وزير إعادة الاستيطان ووزير الطاقة والمعادن في لقاء موسع. محافظ إقليم سرار وجولة تفقدية. مدير دائرة الامتحانات ومؤتمر صحفي. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الآن نشرها بالتفصيل. شارك اليوم كل من وزير إعادة الاستيطان ووزير الطاقة والثروة المعدنية بجمهورية سومالاند في لقاء موسع نظمته شركة أفلح إينوك لقطع الغيار بمدينة هرقيسة. شارك اليوم كل من وزير إعادة الاستيطان بجمهورية سومالاند معالي علي سعيد ريغل ووزير الطاقة والثروة المعدنية في لقاء موسع نظمته شركة أفلح إينوك لقطع الغيار. شارك في هذا اللقاء المدير العام لوزارة الإسكان والتعمير، مسؤولي الشركات الخاصة وضيوف شرف آخرين. تحدث في بداية المناسبة مدير شركة أفلح إينوك السيد حامد جامع، أشار من خلالها إلى أهمية هذا اللقاء والفائدة التي ستعم على المجتمع، وأشار كذلك إلى أن شركة أفلح تعد من أولى وأكبر الشركات العاملة في مجال قطع الغيار المركبات. وفي كلمة للمدير العام لوزارة الإسكان والتعمير، أشار من خلالها إلى أهمية مراعاة الجودة في قطع الغيار وذلك لدورها في السلامة المرورية في الوطن. تحدث كذلك مدير الغرفة التجارية بسومالاند مشيرا من خلال حديثه إلى أهمية مثل هذا التدريب ووجود تعاون مشترك بين كافة الشركات ذات الخدمات العامة. وفي كلمة لوزير الطاقة والثروة المعدنية، وجه من خلالها التهنئة لشركة أفلح إينوك على الأعمال والخدمات التي تقدمها للمواطنين. من جانبه وجه وزير إعادة الاستيطان بجمهورية سومالاند الشكر لكافة من ساهم في إقامة هذا اللقاء. قام اليوم محافظ إقليم سرار سعادة علي محمد فارح ومسؤولين آخرين قاموا بجولة تفقدية للطريق الجديد الذي يتم إنشاؤه بمقاطعة برقمال، وذلك للاطلاع على كيفية سير العمل. قام اليوم محافظ إقليم سرار سعادة علي محمد فارح وعمدة مدينة عينبو سعادة أحمد غني حاج يوسف وقائد قوات الشرطة بمدينة عينبو أحمد ظاهر بجولة تفقدية إلى الطريق الجديد الذي يتم إنشاؤه بمقاطعة برقمال، وذلك للاطلاع على كيفية سير العمل وعلى الحالة العامة للمواطنين في المنطقة. وفي بداية الجولة قام محافظ إقليم سرار وعمدة مدينة عينبو بالإشارة إلى أهمية الطريق الجديد ومدى أهميته أيضا للمواطنين، وحث المسؤولين بالمشاركة في بناء الطريق، حيث قاموا أيضا بزيارة المدرسة الإعدادية بمقاطعة برقمال واستمع إلى احتياجات المواطنين. وفي الختام حث مواطني مقاطعة برقمال بدفع الضرائب المترتبة عليهم وتعهد بتلبية كافة احتياجات مواطني مقاطعة برقمال. قام اليوم مدير دائرة الامتحانات الوطنية بجمهورية سومالاند بعرض كتاب جديد لوسائل الإعلام المختلفة اختصروا فيها أسئلة الامتحانات لأكثر من 10 سنوات مضت، استوفر فيها جميع أسئلة الامتحانات الثانوية والإعدادية. قام اليوم مدير دائرة الامتحانات الوطنية وبرفقته نائبه وعدد من المسؤولين قام بعرض كتاب جديد تم فيه اختصار أسئلة الامتحانات ل10 سنوات الماضية. قام بعرض هذا الكتاب أمام وسائل الإعلام المختلفة، وتحدث في البداية مدير دائرة الامتحانات الوطنية سعادة داود أحمد فارح بكلمة قدم من خلالها شرحا مفصلا عن هذا الكتاب، كما أشار بأنه استوفر جميع الأسئلة والأجوبة للامتحانات السابقة التي أعادتها دائرة الامتحانات الوطنية، وأضاف أيضا بأنه يسهل الطلاب حفظ ومذاكرة الامتحانات. وتحدث نائب مدير دائرة الامتحانات الوطنية سعادة حسن محمد بكلمة أشار من خلالها بأن مكتب الامتحانات الوطنية قام من جهته باختصار جميع الأسئلة الامتحانات السابقة، وذلك لأجل مواكبة مع دول العالم في مجال التعليم، كما ناشد سيادته جميع الطلاب بالاستفادة من هذه الفرصة الثمينة. شارك اليوم مدير منظمة صنصف الوطنية سعادة محمد أحمد محمود برواني ومدير لجنة الشؤون الديمقراطية لمنظمة صنصف وأعضاء ممثلي الأحزاب السياسية 3 في لقاء موسع أعدتها منظمة صنصف الوطنية. شارك اليوم مدير منظمة صنصف سعادة محمد أحمد محمود برواني ومدير لجنة الشؤون الديمقراطية لمنظمة صنصف وأعضاء ممثلين للأحزاب الوطنية 3 كل 100 أعد وطني ومسؤولون آخرون، شاركوا في لقاء موسع عدتها منظمة صنصف. والهدف من عقد هذا اللقاء هو مناقشة كيف تكون الانتخابات القادمة انتخابات حرة ونزيهة تشهدها البلاد. وتحدث في البداية مدير لجنة صنصف الديمقراطية لمنظمة صنصف سعادة أحمد يوسف حسن بكلمة أشار من خلالها بأن هذا اللقاء مهم جدا للعمل معا والتعاون فيما بين أفراد المجتمع
كما شكر جميع المشاركين في هذا اللقاء خاصة الأعضاء الممثلين للأحزاب الوطنية الثلاثة. وتحدث أيضا مدير منطقة سونسوف سعادة محمد أحمد محمود برواني بكلمة أشار بأن الهدف من عقد هذا اللقاء هو التشاور والتحادث وتبادل الآراء لنصل معا إلى خطط مناسبة للحصول على انتخابات حرة ونزيهة في الوطن. قامت اليوم أكاديمية السلام والتطوير بجمهورية سومالان بعرض دراسة علمية تتعلق باستطلاع لآراء المواطنين حول عملية تسجيل الانتخابات في عامي 2008 و2009. قامت اليوم أكاديمية السلام والتنمية والتطوير بجمهورية سومالان بعرض دراسة علمية تتعلق باستطلاع آراء المواطنين حول عملية تسجيل أصوات الناخبين في عامي 2008-2009 وأهم النتائج التي تم استخلاصها منها. شارك في هذه المناسبة والتي تم عقدها بفندق جوليد مدينة هرقيسة أعضاء من مجلس الشيوخ والنواب، مسؤولين وزارة الداخلية، الأحزاب الوطنية، طلاب الجامعات وضيوف شرف آخرين. تحدث في بداية المناسبة مدير أكاديمية السلام والتنمية السيد محمد فارح حرسي، وجه من خلال حديثه الشكر لكافة المشاركين في هذه المناسبة، وأشار إلى أن الهدف من هذه الدراسة هو لعرض أهم النتائج التي تم استخلاصها من عمليات تسجيل الناخبين السابقة والاستفادة منها في عملية الانتخابات القادمة، وأشار كذلك إلى أن هذه الدراسة تم إجراؤها في كافة أقاليم ومقاطعات الوطن. تحدث كذلك كل من منسق البرامج بأكاديمية السلام والتنمية السيد أحمد محمد ديرية وناصر عثمان أحد الباحثين المشرفين على هذه الدراسة، أشار إلى كيفية جمع المعلومات والفوائد التي ستعم على المجتمع من ورائها. مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا من أنباء لهذه الليلة، على أمل اللقاء بكم في نشرتنا القادمة. تقبلوا مني وفريق العمل دائما أطيب المنى، وإلى اللقاء.